السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله جيت نبارطاجي معكم هاد الدوازاتاي، جوج اشكال مختلفه. صراحه كيجيو زوينين، ساهلين واقتصاديين في نفس الوقت. خليكم مع المقادير والطريقه ديال الخدمه. كنحتاجو في المقادير عندنا زبده ديال البواطه، 200 غرام ديال الزبده، وثلاثه ديال البيضات، قبصه ديال الملح، كاس ديال الزيت، وكاس ديال سنيده، وعندي كاس ما عامرش ديال الكاوكاو اللي مطحون، والدقيق حسب الخليط، وخماره واحد فانيا، والكاكاو بالنسبه للشكل الثاني اللي غادي نخدموه بالكاكاو. هنا من الاحسن تكون عندكم الزبده في درجه حراره المطبخ باش كتسهل لكم الخدمه ديالها. كنضيفوا ليها كاس ديال السكر وقبصه ديال الملح، وكندمجوا المكونات ديالنا مزيان. يعني ضروري ما كتخدموا الزبده مع السكر باش كيدوب معكم. هنا كنخدموا المكونات ديالنا مزيان، وكنمشيو تدريجيا. من بعد كنضيفوا الزيت وكنضيفوا البيض، وكنبقاو مستمرين حتى كنكملوا العجين ديالنا. بحال هذا النوع ديال الحلويات كيجيو ساهلين، ممكن تخدموهم في المناسبات ديالكم وفي الاعياد، وحتى بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يشدوا لي كوموند ديال الحلوى. هنا كنضيفوا ثلاثه ديال البيضات، وكنضيفوا عليهم النكهه ديال الفاني. هنا النكهات ممكن تنوعوا فيهم على حسب الاختيار ديالكم اللي متوفر عندكم، وكنستمروا في التحريك ديالو. يعني بالنسبه لهاد الدوازاتاي يعني كدلكوه عادي، ما كتخافوش منه. ممكن تضيفوا ليه، هنا ضفت ليه كاس ديال الكاوكاو اللي محمر ومطحون، ممكن تضيفوا ليه علبه ديال نيدو، ممكن تضيفوا ليه كاس ديال اللوز. يعني كيبقى لكم على حسب نتوما شنو بغيتو تنسموه، باش بغيتو تنسموه. هنا كنضيف الدقيق وكنزيد معاه خماره كيف ما شرحت لكم في المقادير. هنا كنخدمو الدقيق ديالنا تدريجيا، يعني شويه بشويه حتى كتجمع معنا العجينه. البنات اللي كيبغيو العبار بالميزان ديال الدقيق، يعني الا عطيتكم العبار كيختلف على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي غتستعمل اي وحده. انا النوعيه ديال الدقيق اللي كنستعمل الاتقان، بعض المرات كنبدل الماركه، كنستعمل الداليا. لذلك انا كنعرف الكميه غير بيديا، يعني كنخدمها بيديا حتى كتجمع معايا العجين. هنا بالنسبه للدوازاتاي ماشي بحال الصابلي، يعني كتخليو العجينه كتكون مرخوفه شويه، يعني ما كتقصحوهاش بزاف باش ملي كتدخلوها الطيب يعني ما كتجيكمش مدقصه، كتجيكم زوينه في الطياب ديالها. كنستمر في الاضافه ديال الدقيق حتى كنحصل على واحد القوام اللي تيكون رطب شويه، يعني ما كتجيش العجينه قاصحه. كنقسمها على جوج ديال الاجزاء، الجزء الاول كنخليه عادي كيف ما خدمناه، والثاني كنضيف ليه ساشيه ديال الكاكاو، ممكن تزيدوا ليه معلقه ديال نيسكافيه، وتزيدوا ليه النكهه ديال القهوه اللي كتكون في ساشيه صغيره. يعني كيبقى لكم الاختيار ديالكم. وهنا كنجمعوها يعني كيف ما كتشوفوا، يعني كتكون العجينه رطبه ما كتكونش قاصحه. وبهذه الطريقه تنكملوا العجينه ديالنا، وكندوزو نخدموها في اللاطه، كنكوروها. يعني عدد الحبات اللي غادي تخرج لنا هذه الكميه كامله، غتخرج لنا 60 حبه ما بين جوج ديال ما بين هاد الاشكال بجوج. غنكوروهم ونصفوهم في اللاطه، وندخلوهم للفران على درجة حرارة اللي تكون ناقصة، يعني درجة حرارة منخفضة. هنا كندوزو باش نخدم معكم التعليكه اللي غنلصق بها الشكل الاول ديال الحلوه. كناخدو ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الناباج، وجوج معالق ديال الجليكوز. ويعني العبار تيختلف، الا كانت عندكم كميه كثيره ديال الحلوه راه كتضاعفوا من المقادير ديال التعليكه. هنا غادي نسمها انايا بالنكهه ديال الكراميل، كتجي معاها زوينه، وانتوما كتبقاو تتنوعوا في النكهات كيف ما بغيتو. كندير المعلقه اللي كتكون عامره شويه ديال الكراميل، ديال النكهه ديال الكراميل، وكنديرها على البوطه. ضروري ما ديروها على البوطه باش كتسخن وكيذوبوا المكونات مع بعضياتهم.
وملي كديروها على الحلوة ديالكم كتجمد وكتشد راسها. كناخذ واحد الكميه ديال الكونفليكس هي اللي غنزين بها الشكل الاول، كناخذها وكنفرتسها شويه حيت كيكونوا الحبات ديالها كبار. هنا ممكن تغيروا الكونفليكس، ممكن تغيروه بالكاوكاو او لا باللوز ايفيلي، يعني ممكن ديروا ليها حتى الكوك. انا فضلت ندير ليها هذا الكونفليكس، كيجيها زوين. هذا الكونفليكس محلوش بزاف، هذا مالح شويه. كناخذوا الحلوه كندوزو غير الوجه ديالها في ديك التعليكه وعاد كندوزوها في الكونفليكس، راه كتشد فيها دغيا وكيجي الشكل ديالها زوين. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا وكندوزو الشكل الثاني. البنات اللي كيسولوني على الاثمنه بغاو يحترفوا هذا المجال ومازال ما كيعرفوش كل حلوه والثمن ديالها، الثمن المقترح ديال هاد جوج الاشكال اللي غنخدم معكم في هذا الفيديو هو 70 درهم، بحكم ان فيهم الشوكولات فيهم الكونفليكس يعني زايد في الثمن شويه، داكشي علاش الثمن كيكون 70 درهم. ممكن الا زينتوهم بشي طرق اللي بساطين ممكن تحسبوهم ب 60 درهم، وكيبقى على حسب نتوما والمكونات اللي دخلتو في الحلويات ديالكم. بالنسبه للتزيين ديال الشكل الثاني احتاجيت فيه الشوكولاته السوداء اللي ذوبتها في البان ماغي وضفت ليها جوج معالق ديال الكاوكاو كونكاسي اللي محمر، حركته مزيان وكنبدا نضيف ليه الحبات ديالي. كنستمر بهذه الطريقه، يعني كنحاول نقص ليهم داك الفائض ديال الشوكولا وكنحطهم فوق من شي لاطه اللي تكون مغلفه اما بالبابي كويسون اولا بالبلاستيك الغذائي، باش من الاحسن ملي كتبرد يعني كتجيكم سهله انكم تحيدوها. وفي الاخير يعني ضفت ليها واحد البابيون صغير بالعجينه ديال الشوكولاته. ممكن تستغناو على هذه المرحله ديال التزيين وتكتفيو غير بهذا الشكل هذا. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا جميع الاشكال ديالنا وغندوزو نشوفوا الشكل النهائي. الكميه ديال هذا العجين اللي خدمت معكم في الفيديو خرجت ليا كيلو ونص ديال الحلوه بالفينيسيون بكلشي، وهذا الشكل النهائي ديال دوازاتاي جوج شكيلات اللي خدمت معكم. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتستافدوا وتعجبكم الوصفه وتجربوها. ومع السلامه الى الفيديوهات المقبله ان شاء الله.